بيكي يا مريم. كارديالكس 2018. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا دكتور نهى علي. دلوقتي انا لكتشرر مدرسه الصيدله الاكلينيكيه في كليه صيدله جامعه فاروس. قبل كده مارست شغل يمكن 6 سنين في مستشفيات جامعه اسكندريه as a clinical pharmacist. بس كارديو أليكس طبعا من اكبر المؤتمرات اللي بتتعمل في اسكندريه، واحنا بنكون حريصين ان احنا نحضره. كويس ان هو جه بعد رمضان، دي بتبقى ميزه. وكل سنه بيبقى فيه جديد، كل سنه بيكفر اريا جديد. بقاله سنتين دلوقتي في وجود كويس للصيادله، فيه في سيشنز بتتعمل للكلينيكال فارماسيست، ودي حاجه طبعا بسطانه قوي يعني. طب ده حاجه جميله، ان شاء الله نفضل نحدث. ممكن حضرتك تكلمينا شويه عن الكلينيكال فارماسي؟ الكلينيكال فارماسي برانش بيدي من زمان قوي، من سنة 79 مثلا في أمريكا وفي بلاد تانية. بيتطلب وجود الصيدلي بشكل أكبر جوه العنبر وإن دايركت كونتاكت مع البيشنت، وطبعا مع the other healthcare team، سواء physician سواء nurse سواء النيوتريشنست، كل التخصصات. دور الصيدلي بيبقى دايما as a drug expert، يعني هو اللي بيتعامل مع الدواء. ممكن يعمل recommendation لدرج over the other، ممكن يقول ان الدرج ده is يعني suitable for this patient لكن not for the other patient، فدي بتبقى اكتر drug selection. طبعا احنا كصيادلة درسنا كتير قوي في الدرجز، فارماكولوجي، فارماكوكيناتكس، فارماكوديناميكس، كل ده درسناه كتير في الكلية، لكن احنا ما بيبقاش لينا اي علاقة بالدياجنوزز، عشان ما يبقاش فيه طبعا misconception. احنا دايما بندخل في مرحلة ما بعد الدياجنوزز. صيادلة في مصر بادين بقالهم فترة، يمكن من 2000، من سنة 2000 معهد الأورام في القاهرة ابتدى، بعدين مستشفيات جامعة اسكندرية، وبعدين ابتدى فكر الكلينيكال فارماسي ينتشر. دلوقتي عندنا مستشفيات كتير قوي قوي في اسكندرية، مستشفيات حكومية، وزارة الصحة عاملة بروتوكولات هايلة، مستشفيات وزارة الصحة، وفي هناك عدد كبير جدا من الصيادلة الكلينيكيين بيقوموا بدور هايل. طبعا البرايفت هوسبيتالز كمان ابتدت، لكن خطوات وزارة الصحة أكبر شوية. دور الصيدلي بيكون زي ما قلت مع البيشنت ومع الفيزيشن، البيشنت كونسلنج، البيشنت ايديوكيشن، حاجات كتير قوي هما بيقدموها بصراحه، وبيقوموا فيها بدور كبير جدا جدا. هل في اي نصايح تديها للصيادله او للدكاتره؟ هو طبعا دلوقتي الحمد لله، يعني يمكن ايام ما احنا اشتغلنا كان لسه الفكر جديد، وكان لسه في فيزيشنز كتيره مش فاهمين احنا دورنا ايه. لكن دلوقتي وامبارح كلام استاذنا دكتور طارق زواوي لما قال وجود الصيدلي الاكلينيكي مع الدكاتره بقى مانداتوري وبقى موجود، فرحني ان ده ما كانش الوضع من كام سنه فاتوا. ف احنا موجودين والصيادله موجودين، واي فيزيشن محتاج اي انفورميشن عن دراجز، عن شاكك في كونديشن معينه ان هي تكون دراج ريليتد، حابب ان هو يسال، الصيادله موجودين ليها. الصيادله كمان بوصيهم دايما evidence based information، يا ريت يدوروا كويس على الانفورميشن، ويبقى دايما في evidence، يبقى دايما في trials very well constructed trials، وهم عندهم البيز ان هم يعملوا الموضوع ده. ميرسي.